حي الله أمولة، كيف حالك أمولة؟ الحمد لله. عندك قصيدة؟ يلا سمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حنا السعوديين والخير الدراك، حنا هنا الوقفات وأهل الحمية، لباه داري لوسط مصر، نرقص على زمان الجمال الزكية. سلامتكم يا عمري سالمة وغانم. حي الله الطيب، الله يبارك فيك. من الجذعان، من الجذعان وسبعة انعام، ما عليك زود. اسلم طال عمرك. يقول السلام بداية القول ما هو بختامي، الختام اللي انتهينا نقوله مع السلامة، والكلام احيان وقعه مثل وقع الحسامي، والدروب اثنين ميلة وهذيك استقامة، واعرف انه ما تجي لك مشاريح الكرام إلى مدحت اللي في رأس السعاطير، وقرا مغازي ربيع ونعم القبيلة ولا سامي، ظلم البخر واليمين أم كرامة، سيف مجرب نهار ملاقى وزحامي، سعد عين اللي يحطك على الماقر، حزامة ربعك اللي تخبط الأرض بثور العسامي، في نهار وقعها شد من وقع الرغامة، فعلكم يا لاذ ذايب على رأس العدامي، فعل مشرف المخرب اليوم القيامة. بيض الله وجهك أبيض، صح الله لسانك وجمل الله حالك. الله يسلمك. هذا آخر أوردر من الشوكلت مولتن، اليوم صار سولد أوت. سبيشال كولان كيك كمان سولد اوت، هذا اخر اوردر يا حبيبي، هذا حل الطيبين، لذيذ جدا. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم على الهدايا. ابو عبد الرحمن العصيمي، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا عمي والله ان وجهك يجيب السكينه والطمانينه، سمام في وجوه يا عمي، انا متشرف فيك عمي. هذا الفاضل ابو عبد الرحمن يقول والله من اليوم احتريك ابي اقابلك. أيوة انا متشرف يا عمي. ما هو اليوم والله اللي يمكن اكثر من شهرين او ثلاث يا بعد راسي يا عمي. سبحان الله، هالجو هذا وهالوضع هذا، سبحان الله، قلت رب ان الله يطرحني في غازي. غازي غازي ابشر ربي، ربي يطرحك فيني. أيوة. وانت انت باني ازوجك، ابشر بس سعد. يلا شوف لي الموضوع، لا تنسى في شقتين فاضيه ان شاء الله يستر. يمكن وياك ناخذ انت الخواص. الله يجي مطر. شوف الانتظار يا جماعة الخير، يا ربي لك الحمد والشكر. الفرع الثاني، الفرع المفتوح، مليان عن بكرة أبيه. حي الله أمولة، كيف حالك أمولة؟ الحمد لله. عندك قصيدة؟ يلا سمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حنا السعوديين والخير الدراك، حنا هنا الوقفات وأهل الحمية، لباه داري لوسط مصر، نرقص على زمان الجمال الزكية. سلامتكم يا عمري سالمة وغانم. حي الله الطيب، الله يبارك فيك. من الجذعان، من الجذعان وسبعة انعام، ما عليك زود. اسلم طال عمرك. يقول السلام بداية القول ما هو بختامي، الختام اللي انتهينا نقوله مع السلامة، والكلام احيان وقعه مثل وقع الحسامي، والدروب اثنين ميلة وهذيك استقامة، واعرف انه ما تجي لك مشاريح الكرام إلى مدحت اللي في رأس السعاطير، وقرا مغازي ربيع ونعم القبيلة ولا سامي، ظلم البخر واليمين أم كرامة، سيف مجرب نهار ملاقى وزحامي، سعد عين اللي يحطك على الماقر، حزامة ربعك اللي تخبط الأرض بثور العسامي، في نهار وقعها شد من وقع الرغامة، فعلكم يا لاذ ذايب على رأس العدامي، فعل مشرف المخرب اليوم القيامة. بيض الله وجهك أبيض، صح الله لسانك وجمل الله حالك. الله يسلمك. هذا آخر أوردر من الشوكلت مولتن، اليوم صار سولد أوت. سبيشال كولان كيك كمان سولد اوت، هذا اخر اوردر يا حبيبي، هذا حل الطيبين، لذيذ جدا. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم على الهدايا. ابو عبد الرحمن العصيمي، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا عمي والله ان وجهك يجيب السكينه والطمانينه، سمام في وجوه يا عمي، انا متشرف فيك عمي. هذا الفاضل ابو عبد الرحمن يقول والله من اليوم احتريك ابي اقابلك. أيوة انا متشرف يا عمي. ما هو اليوم والله اللي يمكن اكثر من شهرين او ثلاث يا بعد راسي يا عمي. سبحان الله، هالجو هذا وهالوضع هذا، سبحان الله، قلت رب ان الله يطرحني في غازي. غازي غازي ابشر ربي، ربي يطرحك فيني. أيوة. وانت انت باني ازوجك، ابشر بس سعد. يلا شوف لي الموضوع، لا تنسى في شقتين فاضيين ان الله يستر. يمكن وياك ناخذ انتين خواص. الله يجي مطر. شوف الانتظار يا جماعة الخير، يا ربي لك الحمد والشكر. الفرع الثاني، الفرع المفتوح، مليان عن بكرة أبيه. حي الله أبو عساف وعسوف. الله
يبقي. يا هلا ومسهلا. الساحرة عنده بيتين شديدة اللهجة. اسلم. قال المشكلة ما يبي تسكير الباب. المشكلة غازي يبيع قهوتها. حنا نقدمها لكفان الشناب. كرامة منا اليوم ما لقيتنا. يا صدع راسي صدعه. يا عساف. قهوتك لمدة شهر. مجاني ما تدفع ولا ريال. لا انت ولا ابوك ولا عائلتك. ايش تبي؟ يا قلبي يا اوه هالشله اليوم موجودين كلهم هنا ما شاء الله. هاتك هذه يا ابو ربيع. الله يبارك فيك. الله يعمر نجي بلاوي. هاتك يا عمر كل علومك يا عمر. هلا 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 بالشيخ عبد الله السمحان ابو راشد. يا مرحبا. الله يسعد ذا الوجه دنيا واخره. ها يا شباب والله انها تنها جو محاوره. تكفى انا بصدقه بعطيه لين يبص عند خشمه. خلي من جهه كفو. على الدرعان على الدرعان هنا صادق الميدان هنا طب. وترى الرمي صوبك يا ابو ساره. انا رجال ذكر الله والله اني عيال السيد اهرج زي الرجل حتى عيال ربيع عند غيري. كفو كفو من الدباب هذا الشراب. خل عيال يا لا 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 يا لا 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 يا غانم سعيد نبغاك من بدري ادق وارسل على بيتك اخواني. عندي مواضيع مدري وش لها كله لجل عين لا حيا لا حال. طيب وانا ليه حضرت ترى بعض الرجال يروح كلن يقول ايوه ما يروح بعد. طيب الحرام لما تصير شوارب. طيب خلي كل المي. اقرب يا بندر ترى خاطري كدري ابغى اخذ الحق الاول مع الثاني. يا طيب طيب بعض الرياجيل مهتم في الحها كلها علشان لا حي لا يحاني. بعض الرياجيل مهتم في الحها جيل مهتم بالحاك الا على شان. يوه طيب في مجلسي وانت عم موقعي تدري ودق شي انت حاشه على شاني. تكتب رساله بلا حبر واقراها كله جلينا. لا طيب يا ابو عساف يا خطير. عز الله رد الاخ مسوي نفس الطابع. اكتب رساله بلا حبر واقراها كله على شاني. صدق من يوم شيلات هذا ماسك معه رجوله ترند معك منهم ترند يا ولد. هذا قال لا خاطرك ضايق وانا خاطرك مونس وانا ضايق صدري. انصحك يا كايد احذر تحداني. طيب لا 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 شيلات ما يعرف القصير. هلا بدر شجع كثير عشان يجي شير. شجع يا ربيع شجع يا لسيد شجع اللي تبى. روح روح اليوم اليوم انا في السماء كوكب دري. صار الفضاء مكاني وميداني. كفو كفو وانت على الارض وتخطط رجاها كلها جل وانت على الارض وتخطط رجاها كلها لا شك. اسمع قصايد هواحب
بك العذري وطلب لك العفو والله لا يا بلاني. طيب قصة عزازي على العود غناها قال على شان لاحي علي علي. قصة عزازي على العود غناها قال على شان لاحي علي على شان لاحي علي علي. قصة عزازي يا الكبر ذنبه يا با ياخذك غدري احذر من الكبر وادر انك الفاني. الله وعيال عمك لا تخطي من رضاها كل حلا وعيال عمك لا تخطي من رضاها كل على شان لحي علي العيد والشرم ليح يا ليح. يلا يا فلورينا يا صدقة الرجال ضيع البيت. اصبر اصبر اصبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اسلم يا بندر. لخبطه تراها منك بكره. اسلم صديقك وكتر. قلبي شلع شلعات مروح الكدري يلي من ناعم الخد ومطير قلباني. الله 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 والله ضاعت صدق. العيدروس حشر الله يعينك. شوف الجمهور بشلع شلعات مروح الكدري من ناعم الخد ومطير قلباني. يا سلام هو علوم قلبي على الله نشكا كل على شان لحي لحي. علوم قلبي على الله نشكا كل لحي لحي. حشر انحذفت عيد انحذفت ما انحذفت خير سلامتي. عيد عيد الخلف العراقي الخلف العراقي معي قلبو يا شيخ قلبو الله قلبو والله معي سابق يا جماعه قلبو والله معي والله معي أغنيت لي ربعي يوم الله غير الله. جايب لك سستخفة اصبر يلا عيال عمي وانا ويشان بلاها كل عرشان لحي لحي يا ليحان. الطلاق ما يرحم حصل. وش يرجي الحب من وجهك الودري يجري على صاحبك وانت هالجاني. طيب تطرد وربلك وعشقتك تنساها كلها على شاني على الطلاق انك مطروح. ساها كل على شان لح انا ادري انك جمال شي لو تهدري ما حولك قصور يا طلق الايماني. عليك زود لحيتك مدح الرياجي لحناها كل على شان لح على الطلاق انك مطروخ. عليك زود لحي ليحان الليل 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 يا احتر الصيني يا غازي احتر. رقايا كايد ومنطقي
بين حدري. يا سلام يا سلام. ما انتبع على خبري اصبحت قوماني. طيب. ما ادري بصيرتك وايش اللي يعماك. لا علشان لي عيالي عاني. ما ادري بصيرتك وايش الله يعماك. من حاشين يا عيال سعيد. شوف يا غازي انا سحبت عليهم معك. كفو يا سيد. روح ايش تبي بس؟ معك بس بالشهرة. الشهرة فخمة تليق يعني. ابشر بس سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صلوا على منبعث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. مساكم الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ثلاث أشياء تخليك في قمة السعادة. سم يا محمد. أنا؟ أي. غزال إخوة. الصلاة. أيوة. تحقيق النجاح. أي. والماء. هاي غزاي. حاجات في قمة السعادة. الوالدة. الله يطول في عمرها. أي. وجودها وجلستها. أي. الأصحاب. أيوة. اللي فيهم خير إن شاء الله. مثلكم شراكم. شراك الطيب. حنا أخوان. طيب. الوالدة. طيب ورا ما تقول الوالد. أبوي جالس. أبوي ما يحتاج. غني عن التعريف. أبوي ما يحتاج. غني عن التعريف. أبوي سعادتنا كلها. إيه صرفت أخلص. والثالثة. هي الثالثة أبوي خلاص. سامي أبو شوق. رضا الله ورضا الوالدين والنصر يا ناصر. النصر مش فايده. لا تقول النصر مش فايده. النصر. ها يا ابو غانم. والله شوف الامور ذي الحديد والشجوع الامور شعر. الله اكبر. لكن في اشياء القناعه والرضا عن الذات. ايوه رضا الوالدين. ها يا ابو سعد. ها يا ابو الامريكي. والله اكثر شيء تجلب السعاده الابناء. اولاد خصوصا البنات منهم. بالنسبه لي هم من يعني تغيير. أحب التغيير صراحة. الروتين دائما ما أحب أمشي عليه. والسفر. يا سلام. ها يا أبوي ما يعقلها إلا شايب. والله السعادة أول شيء العافية في الجسم. أيوة. ثم تجمع على قارب. مثلا يوم الجمعة تجمع على قارب بوجه عام يعني. لأن القطاعة لها عواقب سيئة ما طيب. أيوة. والباقيات. الصالحات من الأعمال. والسفر مع غازي. والباقيات. باقي ثالثة يا أبوي ما قلتها. مثل السفر معك. لا السفر إحنا دوب جينا من السفر. دب أنا كل شوي شايل سفر أنا سافر. والسفريات صح اللي فيها شوية يعني. فيها عن النفس. إيه. محتوى بالشيء. هاي يا مخلد. والله أنا أقول يا غازي الفلوس والفلوس والفلوس. اسم الله. يا السعادة. والباقي ومش هالمسألة يسعدك. بسم الله. الفلوس هي اللي تسعد السعادة تواجد. والله العظيم انا غير طاعة الله هذه ما على هذا بار. بر الوالدين هذا شيء ثاني بس كذا كذا. اي ما على اكثر من الناس. الفلوس هي اللي تمشيك هي اللي تجيب الناس هي اللي تقدم. سبحان الله. في ناس كثير معهم فلوس وما عندهم ما هم سعيدين. هذا ما يعرف يتصرف. او في ناس حسابات من جانب وفي ناس يغروا في فلوسهم وفي مكانتهم فيضيع ما هو واللي حواليه. لا اركب بدون غرض. ابو غانم ما شاء الله اسعد واحد. فلوس وقصر ومعارض وش عاد يا ابو. ويوم جيت تطلب سياره تبي يقصدك وش قال لك؟ قال راح خل امك تكلمني. لا 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 ابو غانم ما قصر مره. وهذا ترى مغرفر امك ايضا. خل امك تكلمني. وانت امك تكلمني انت صغير الحين. اي والله صغير. ادرس في الكليه. لا ما هذه ما سالسه خايف عليه. وبعدين انت خايف عليه. والله خايف عليك. يا ابو انت صغير شقي. وانت شقاوك فيك ليلا. بس عاد الحين تنحت على الخير. ها يا بوش. الاستيقاظ بالصباح الباكر. يا سلام. عقهم ستاربكس. ابو.
مجالس ايش؟ اعلان ستاربكس. طيب حنا ترى عندنا كافي، تروح تعلى الستاربكس؟ كان قلت انت شاكك تبي زي درة العروس وداماك يمتلي. الكافي مفتوح هذا من زمان يعني. خلاص اشطب على الباقي، كافي غازي بس ما عاد تقول هذا. المفروض تقول كافي غازي. الكافيهات باقي ما لنا شغل، هذا ما تعلن عندي هنا. هذا من ايام بريطاني، احنا اعلنا تدري راح في ستاربكس باشر، خذ الاعلام هذا فكنا منه. شوف تدري ان اعلنا احنا الداماك واعلنا درة العروس، يمكن ما عاد نلقى مكان نجلس فيه. المفروض اعلاننا هذاك ب 70,000 يا حبيبي. لا والله المفروض على درة العروس 100,000 والداماك 70,000. لانهم تالي ما عاد يجي، ما عاد يقرب فلش فل كامل، وهو السبب عندنا اسبوع في درة العروس واسبوع في دماغ شهرين من درة العروس عيرهم خير وقرقستان حتى وش اسمه رحيل اطرنا كم مرة وجينا فيه تالي ما عاد انا المجد. ها معزبنا ابو عقاب. والله يا غازي ابو شي الصلاة، لانه طمئنين تنقل، واي نجاح في الحياة لا بد بسبب الصلاة، مرتبط في الصلاة. اسلم. الشيء الثاني العافية، الى الله رزقك بالعافية، سنة الأمور كلها. الشيء الثاني سعة الرزق. يا سلام. هذه مقومات السعادة كلها في الدنيا. يا سلام. هاي مهند. طبعا زي ما قالوا. هاشا. العائلة جمعتهم بعد رضا الله ورضا الوالدين. اخلص بس وشاني سعاداتك بس. الإنجازات. لما تسوي إنجازات في حياتك. سعادات والله يشيل العزب ويروح. والصحة. ها كثير اصلا ما صار فلوس، فلوس بعد زي ما قال مصطفى، هذه شيء فلوس هي اللي تمشيك مع الناس كلها، المال والبنون زينه الحياه. نعم والله. يا سلام. والله البنون لكن الله يزين. خلنا ما شاء الله تبارك الرحمن، يا جعلها سفرة دائمة يا ابو عقاب. الله يحييك على كيسو ابو زيد. يا عمري انت يا تراكم بيتنا وانا اللي رحمه. خلاص 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 خلي المشاكل هذه بعدين. هلا يا شهودة، ما شاء الله تبارك الرحمن. جود عليك ربي يا ابو عقاب. يلا يلا يا ابو يلا تفضلوا يلا. يا قلبي انت، يا قلبي انت، يلا يلا. قابل الديان ديان يا ابو. ليش تسوي فارس قزه؟ ما سوانا يا ابوي شيء من غير حركات بسيطه. والله يا حركات. والله يا ابوي نمس الرجال بندام ومضى، لا عاد تسوي ولا عاد تشوف مره مره يا ابوي. ام صبغ الراس حتى صبغ الراس يا شيخ. ترى هذه حقت الناس اللي ما تروح فيها وما صبغت راسها. لا 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 عاد تشوف الحركات هذه مره ولا عاد تسوي لك. ترى ما عادت انت ترى عملت موقف. اسمع فارس ايش يقول؟ هذا ما يطلب كلاب يا فارس، انت وقع صح من النوم تسوي الكلاب يا فارس. ابوك ليش يسكن هناك؟ ارجع على واسكن، اقول سكن بيت جديد واسكن. انتم وين ساكنين؟ ساكنين في الجبل؟ ساكنين عند الجبل. وفيه كلاب كثير؟ ايه عجاجات. عمري عمرنا ما اخذنا البنك وطمطم. لا 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 فكر منك. شهودة حلوة يا قمر شهد. مزنة وع. والله ما اخذ فلوس، عنده فلوس يا ابويا يعطيني ويشتري لي اي مناديل. الفلوس ما تطلعك حلوة ترى. وانتي شادية وانتي والله علم شرطة عليك. تعلمين الشرطة علي عشان قلت لك يا ايه والله علم يحطونك مدري وين تويا. يحطوني وين؟ تعالي 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 بيك. يحطوني وين؟ في السجن وانتويا عشان قلت لك انت يا ايه متنا اطلع انت روح البيت سباي. يلا باي. تعالي خلاص تعالي تعالي يا مزة تعالي خلاص، انت حلوة وقمر ولا تعلمين عليه الشرطة.